بس استاذ ادهم ده طلع رجوله والله. اه والله، وكويس ان ده حصل عشان ابوه يعرف حقيقه مراته ويعرف انه مخلف راجل. الحمد لله. مالك يا عطيه؟ انت عاوز تقول حاجه؟ حضرتك بقيت بتفهميني. اكيد. قول 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 يا عطيه. انا بس يعني عايز اسال حضرتك سؤال، بس لما اوصف الكلمه يعني انا محرج شويتين. لا 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 ما تتحركش، اسال عادي. لا 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 مش مهم خلاص. طيب براحتك. انا بس يعني كنت عايز اسال حضرتك ايه الحاجات اللي لما بتبقى موجوده في البني ادم يعني حضرتك ممكن تتشبكي له يعني؟ ايه اتشبك له؟ اتفضلي يا استاذه انت اتخضيتي، حضرتك مش فاهماني يعني تتشبكي له؟ اه تتشبكي له يعني تبقي معاه، يعني حضرتك ترتبطي بيه مثلا. بصي يا عطيه، اول حاجه لازم يكون راجل وقد المسؤوليه، والاهم ان يكون حنين عليا. ده كده كده يعني يا استاذه. تاني حاجه لازم يكون بيهتم بنفسه ولبسه شيك. ماشي. تالت حاجة بقى وده الأهم، إنه لازم يكون بيحب السوشيال ميديا وبيهتم بيها قوي، لأن ده بيفرق معايا جدا. يعني من الآخر يعني يكون شخص لطيف. لطيف؟ ماشي. إيه يا عطية، عايز تقول أي حاجة ومحرج برضه؟ لا لا مفيش إحراج بيني وبين حضرتك يعني يا أستاذ. انا عايز اسالك بس سؤال ملوش اي علاقه خالص باللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني. اتفضل قول. هو انا لطيف؟ ايوه يا عطيه لطيف بجد والله. اه والله. حضرتك شفتي المنشور اللي انا نزلته على صفحتي امبارح؟ منشور؟ ايوه والله ما خدتش بالي يا عطيه. خدتيش بالك ازاي يا استاذه؟ ده انا كل يوم على غير الريق كده لازم اعمل منشورين ثلاثه على الصبح يعني، وبيتابع الصفحه عندي فايتك كتير. حاضر يا عطية هبقى اتابعها. ايه ده بس جالي منشور. منشور؟ تاني؟ احمد دولي بعت لي طلب صداقة. دولي؟ امشي يا عطية امشي. ما تقولش حاجة تاني. نهارك كله رزق يا استاذ سيف. صباح الفل يا عطية. بقول لك يا استاذ سيف. نعم. حلوة التيشيرت دي. ايه ده يا في قلعها لك يا عم؟ لا يا عم والله العظيم لا لا انا بتكلم معاك عادي، خلي بالك انا عيني مش وحشه، انا بس بتكلم معاك زي اخويا يعني. عايز ايه؟ مش واسعه شويتين؟ اه عشان اوفر سايز. بقول لك ايه واسعه؟ اه انت بتضحك على ايه؟ يا ده ستايل ستايل لبس يا تيشيرت بيبقى معمول كده، ده اوفر سايز فاهم؟ ايوه ايوه انا عارف عارف اوفر سايز. ايوه ايوه خلاص انا بشرح لك الموضوع ده بعدين. ماشي بس انا برضه يعني بلبس حلو انا على كده. اه بتلبس حلو بس عارف في كام حاجه كده لو ظبطتها هتبقى احلى. ايه بقى الكام حاجه دول؟ يعني مثلا لو فصلت لبس الشغل عن لبس الخروج هتبقى جامد. ماشي اعمل كده. ماشي في حاجه ثانيه. ايه؟ الفانله الحمالات دي يعني لو تداريها شويه. ايوه بس دي ملونه يعني. برضه تضحك؟ يا ده انا فاهم فاهم، حتى لو ملونه عارف داريها اقفل على سنه، مش لازم تبقى باينه على طول تحت اللبس يعني. ماشي خلاص تنسق اللون مع بعض فاهم. لو لبست الستايل ده على فكره هيبقى حلو عليك. الاوفر سايز؟ اه. طب وده عشان اجيبه بقى اعمل ايه؟ اروح لحماده بتاع اللبس واقول له انا عايز نمرتين فوق نمرتي. بص اقول لك على حاجه عطيه، انت سيب نفسك خالص وانا هجيب لك الستايل ده، ايه رايك؟ بس مش تقيل عليه يا عم. تعالى اطلب لك قرش بجد والله. والله هيجوا يا عم؟ تعالى نقي معايا حاجات. ماشي تعالى. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.